بعد إعلان السيد حسن نصر الله الواضح دخول حزب الله على خط فتح جبهة الجولان لمقاومة إسرائيل والرد على اعتداءاتها المستقبلية على سوريا واستعداده للوقوف مع المقاومة الشعبية في سوريا على حد وصفه، يبرز السؤال: هل يستطيع حزب الله أن يؤدي الدور نفسه الذي أتقنه في خلال سنوات المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان، أم أن الأعوام الأخيرة غيرت من إمكانات الحزب وقدراته؟ ففي تحليل عسكري نشرته صحيفة الشرق الأوسط يذكر خبراء عسكريون أن المعركة الجديدة لا يتوقع لها النجاح بسبب عوامل عدة تبدأ من الطبيعة الجغرافية التي ينوي الحزب القتال فيها، مرورا بغياب الاحتضان الشعبي المعلن في المنطقة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، وصولا إلى إمكانات الحزب العملية والرد الإسرائيلي المتوقع. وبحسب متخصصين في الجغرافيا، فإن الموقع الجغرافي للجولان يتمتع بأهمية استراتيجية وعسكرية لا يمكن تجاوزها، كما تتمتع الهضبة التي تحتلها إسرائيل عسكريا بميزتين، دفاعية وهجومية، ومن يسيطر على هضبة الجولان قادر على الدفاع عنها بسهولة، كما أنه قادر على تهديد المناطق المحيطة بها وأبرزها العاصمة دمشق القريبة. ويضيف التقرير أنه فضلا عن تلك العوائق الجغرافية تأتي مسألة البيئة الحاضنة للمقاومة، فالاحتضان الشعبي العارم الذي يملكه الحزب في جنوب لبنان يفتقده في الجولان نظرا للخلاف الحاد بين السوريين أنفسهم على دعم النظام الحاكم، فكيف بالأحرى على حزب أعلن دعمه الكامل لنظام الأسد؟ أما فيما خص قدرات الحزب، فإن المراقبين العسكريين يتحدثون عن امتلاك الحزب 40,000 مقاتل موزعين بين جبهة الجنوب اللبناني المتأهبة أبدا وجبهة القصير وجبهة ريف دمشق، ليبقى عندها 10,000 مقاتل لمعركة الجولان. ويختم تقرير الشرق الأوسط بالتأكيد على أن إسرائيل لن تقف موقف المتفرج إزاء تعريض أمن شمالها للخطر، وبالتالي يصبح فتح هذه الجبهة وبالا على حزب الله والنظام السوري، فالحزب غارق حتى أذنيه في مشكلاته الداخلية في لبنان، ويشعر أنه تورط في سوريا أكثر مما يجب. أما الأسد فغارق في شؤونه الداخلية فقط حتى إشعار آخر.